رغم جراحهم المتعفن كما قالوا، إلا أنهم ذاهبون للاعتصام والمطالبة بالعلاج. هشام سلطان وزميله محمد عبد الله عبد الكريم الرميمة، كلهم أمل بأن تنظر إليهم الشرعية والسلطة المحلية ويسمعون أصواتهم المتعبة، وألا يخذلوهم أكثر مما حدث لهم خلال السنوات الماضية. من يوم الإصابة إلى يومنا هذا لي 3 سنوات، وخرجنا اليوم نطالب تسويتنا ببقية قرحة المحافظات، يعني من ترقيات، من رواتب، من مصاريف، من تسفير. جراحنا عفنت ولم يلتفت علينا لا قيادة ولا مسؤولين. تاريخ إصابتي 30/10/2017، لي المدة الآن 1 سنة و7 أشهر، يعني انتهت صلاحيتنا بعد أن جرحنا. كان الآن بعد أن جرحنا خذلنا من التحالف، من الحكومة الشرعية، من المسؤولين، أصبحوا عار صامتين لا يتكلمون عنا ولا قضايتنا، لابد أن يساوونا بباقية المحافظات. وقف الجرحى اليوم أمام لجنة الجرحى وسيروا مظاهرة إلى أمام السلطة المحلية، وهناك المئات منهم لم يستطيعوا الحضور لخطورة جراحهم، فالإحصائيات تقول أن 1118 جريحا معاقا و558 مبتور القدم، وهناك 168 مصابا بالشلل الكلي أو النصفي، و396 جريحا يحتاج للعلاج بالخارج، و575 يحتاجون لعمليات مستعجلة بالداخل، كما أن هناك 122 جريحا بجمهورية مصر العربية و48 بدولة الهند، وقد تخلى عنهم الجميع ونسوا فضل هؤلاء الجرحى المحتاجين للعلاج والمصاريف والرعاية حتى يعودوا لسابق عهدهم. نعلن للعالم أجمع أننا نعاني إهمالا متعمد ضاعف أوجاعنا وجراحاتنا، وسعى مع سبق الإصابات والترصد لحرمان جرحى تعز من المخصصات المطلوبة لعلاجهم، وإن اعتمدوا بعضها من قبل رئيس الجمهورية يتم مماطلتها وعرقلتها ووصولها من قبل لوبيات الفساد في وزارة المالية والبنك المركزي وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، أو إهمال متابعتهم من قبل قيادة السلطة المحلية في تعز، نكاية ببعضهم وتقصيرا في واجباتهم. وعليه فإن رابطة جرحى تعز وإزاء كل هذا التجاهل وتدبير معاناة الجرحى قررت التصعيد. يقول هؤلاء الجرحى بأنهم عندما كانوا في المعارك كان الكل معهم ويشجعهم، وعندما جرحوا تخلى عنهم الجميع وسكتت الشرعية والسلطة المحلية وسكتت حتى الأحزاب والناشطون، وتركوهم يواجهون معركتهم الثانية منفردين. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.